بتشوف ازاي مشوار المنتخب وتقييمك لمستوى المنافسين اللي معاك في المجموعه؟ عندك انجولا، جابون، وليبيا. بص، هو تعتبر المجموعه ما تقدرش تقول ضعيفه، لانه ما بقاش في فرقه في افريقيا ضعيفه. يعني يمكن زمان كان في مستويات ضعيفه جدا، وفي مستويات عاليه جدا، زي مثلا الجزائر، نيجيريا اللي هو بيتنافس تملي يعني، كاميرون، الجزائر طبعا. لا، انا بتكلم على المستويات العاليه على طول يعني. تمام. المغرب، غانا، تونس. غانا، تونس، في حوالي 10 فرق تملي هي اللي كانت الكريمه، وهي وما زالت طبعا. ولكن دخل في السنين الاخيره فرق كتير، لانه عدد المحترفين الافارقه في اوروبا وفي الخارج عامة، مش في أوروبا بس، حتى في آسيا، في الصين، في الدوري الصيني، الدوري الياباني، الدوري السعودي، الدوري القطري، أعداد كبيرة جدا من اللعيبة المحترفين من دول ما كانش بيبقى فيها عدد كبير كده. يعني الجابون دلوقتي بقى فيها عدد كبير من المحترفين، أنجولا بقى فيها عدد كبير من المحترفين، تنزانيا بقى فيها عدد كبير من المحترفين، مدغشقر. يعني احنا لما شفنا مدغشقر وتنزانيا هنا في بطولة الأمم الإفريقية، مستوى اختلف كتير قوي عن فترات قبل كده اللي انتوا كنتوا بتلعبوا فيه، صح؟ فما فيش شك انه في مستويات طبعا، ده اكيد، وما زال في مستويات اولى ومستويات تانية ومستويات تالتة، ولكن بقت في تقارب في المستويات، ما بقتش في الفروق الواضحة قوي. فهي المجموعة طبعا طالما ما فيهاش الجزائر، كاميرون، ساحل العاج، تونس، الحاجات دي، يبقى الحمد لله. ده طبيعي. طبيعي طبعا، لان هم بس انت رايح لهم، رايح لهم يعني، لو ما انت بعد كده هتروح لهم، بس هتبقى ان شاء الله واحده ذهاب وعوده. لكن انا قصدي ايه من الحته دي، انه بالتاكيد طبعا كره اتطورت، وبالتاكيد الثلاث منتخبات عندهم حظوظ، بس من وجهه نظر كابتن اسامه في فرقه ممكن تكون بتنافسك على البطاقه، وبالتالي ماتشاتك معاها هتكون اكتر اهميه. انا عارف انه اللي عايز يتاهل او يتصدر لازم يكسب ماتشاته كلها، بس هو الخوف في الموضوع ده. فانا بقول لك المجموعه متوازنه طبعا، ما فيش شك انه طبيعي ان مصر هي اللي عندها الحظوظ الاولى مفروض. تمام. زي ما اتكلمنا عن المستويات الكبيره اللي هي الكاميرون والجزائر لازم نحط مصر كده، مظبوط. ولكن انجولا والجابون تحديدا، مع احترامي الكامل لليبيا لظروفها وانها بتلعب خارج ملعبها ومفيش انتظام في المسابقات عندهم والظروف اللي بيمروا بيها، هي ابعد فرقه في المنافسه يعني عن مصر وانجولا والجابون. ولكن ماتشهم او الماتشين بتوع ليبيا هيبقوا فارقين جدا في الوصول، لان هم مش فرقه سهله. منتخب الليبي مش فريق سهل، وقريب كانوا واخدين الامم الافريقيه اللي هي بدون المحترفين، وعندهم لعيبه جيدين، فممكن هيعملوا بعض المفاجآت في ماتشات. ايوه. فالماتشين بتوع ليبيا هيبقوا مؤثرين جدا 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 في الوصول لكاس العالم. مش بس المباريات اللي هي مع المرشح اللي بيزق معاك جامد، اللي هو الجابون وانجولا، يعني الاثنين مستوياتهم متقاربه، تقدر تقول عليهم في المستوى الثاني اللي هو بتاع افريقيا. يعني احنا قلنا المستوى الاول، وقلنا الدول اللي تملي بتروح كاس عالم، اللي بتملي بتحصل على الامم الافريقيه، اللي هي السبع ثمان دول التقليديه يعني. أيوه. وهم الاقرب انه حد فيهم يوصل، الخمسه اكيد هيوصلوا منهم. مفيش شك، لكن الجابون وانجولا هيبقوا منافسين قويين جدا لمصر في المجموعه. وليبيا هتبقى هي السلم للوصول ليه بقى؟ لانك انت مع فرقه زي ليبيا، زي ما قلت لك، بتلعب بره ملعبها، ما بتلعبش في ليبيا، ما بتلعبش وسط جماهيرها، ففرصتك انك انت تكسبها في المباراتين موجوده. فالخوف بقى انك انت مثلا تخسر منهم مباراه او تتعادل معاه مباراه، هتاثر جدا في الابناط بتاعت المجموعه. تمام. ده على المدى البعيد كابتن، على المدى البعيد.